إنني الباقي روى محمود الخصال فاتبعوا نهجي ودربي نحو آيات الكمال من بقاع الطف جئت أحمل الفكر الرسالة أسلك الدرب الحسين يا بفخر وجلالي إنني الباقر والطهر ومحمود الخصال فاتبعوا نهجي ودربي نحو آيات الكمال فاتبعوا نهجي ودربي نحو آيات الكمال فاسمعوها قصتي واشعلوها شمعتي واكتبوا ما تسمعوه والمداد دمعتي فاسمعوها قصتي واشعلوها شمعتي واكتبوا ما تسمعوه والمداد دمعتي اسمعوها قصتي واشعلوها شمعتي واكتبوا ما تسمعوه والمداد دمعتي يمعن الفكر اليزيدي أن يراني أتكسر وإذا كنت أبيا يمعن الترهيب أكثر فهو لا يدري بأني أعشق الكرار حيدر فهو لا يدري بأني أعشق الكرار حيدر كلما زادوا بدفي في التراب أتجذر كلما زادوا بدفي في التراب أتجذر قال في الطف أبي صاحبي الصوت الأبي قال في الطف أبي صاحبي الصوت الأبي لا نهاب الأدعياء نحن أبناء النبي قال في الطف أبي صاحبي الصوت الأبي لا نهاب الأدعياء نحن أبناء النبي لا نهاب الأدعياء نحن أبناء علي لا نهاب الأدعياء نحن أبناء علي احملوا العلم سلاح وأنادي بالفلاح ثورة العلم التي يبقى مدى اشعلوا الفكر ضياء فهو نهج العلماء واتركوا النفس وتركوا عن هوا احملوا العلم سلاح وأنادي بالفلاح ثورة العلم التي تبقى مدى احملوا العلم سلاح وأنادي بالفلاح ثورة العلم التي يبقى مداها اشعلوا الفكر ضياء فهو نهج العلماء واتركوا النفس وتركوا عنها
ولتكونوا أوفياء لا تضلوا النهج هذا بل وكونوا أتقياء إلزموا درب علي ولتكونوا أوفياء لا تضلوا النهج هذا بل وكونوا أتقياء لا تضلوا هذا سراج العلم لا يطفى سديد في الملمات وسل عن باقر الصدر وعن فخر العمامات سراج العلم لا يطفى سديد في الملمات وسل عن باقر الصدر وعن فخر العمامات فكان الفئر وقاد شديدا في الخطابات لهذا الجبر يخشاه أو يرمى بالخيانات فكان الفئر وقاد شديدا في الخطابات لهذا الجبر يخشاه ويرمى بالخيانات فكونوا يا بني حمدا رجال الله بالعلم وبالإيمان والدين وبالأخلاق في محل فلسنا أهل إرهاب تربينا على السلم والأحواك بلا حجج ونفد الدين بالدين